الكرام، نشيدين الوطنيين، والان تركز على الانطلاقة الخاصة بتفاصيل هذه المقابلة، يعني تشكيلة ديال الطرفين. المنتخب الوطني المغربي بعزيمة كبيرة، وليد الركراكي باقي اللاعبين عازمين على تحقيق مشاركة قوية جدا. وليد الركراكي الذي سبق وان كان هنا مساعدا وكان هنا حاضرا وكان هنا ايضا من الاسماء التي لها ايضا تاريخ في هذا الملعب، وايضا تابعناه في المقابله الاخيره اللي كانت بمدينه مراكش رفقه المدرب رشيد الطوسي. في الوقت الان اللي غادي نتابعوا هنا دخول رسمي للطرفين، لحظات غادي نشوفوا التشكيله ديال المنتخب التنزاني الذي يدخل لتفاصيل هذه المقابله كما نتابع بالاسماء الاتيه. كواسي كواوا يعني في حارس المرمى، باقي الاسماء هنالك: حاجي مونوغا رقم 2، رقم 4 برجاني من عمليه ديال التنفيذ داخل منطقه الجزاء، تعطير الكره لمسك اليد ديال المدافع وضربه جزاء. نشوف هنا القرار ضربه جزاء، نعم ضربه جزاء لصالح المنتخب الوطني المغربي. لمست يد داخل الكره هي نور، رجع الخلف كيتقدم اشرف حكيمي ويضيع كره مشات مباشره الى خارج رقعه الملعب. على اين هي مع الانطلاقه ديال تفاصيل هذه المقالات في اخر مطاف؟ هنالك الذكاء في امامي واحدون بلا خلوس، فرصه ديال التمرير الجد البحث عن الانسيه التمريره داخل منطقه الجزاء. فرصه نصيري ارتقى الكره ديالو، مشى الكره ديالو، قام بشي مطلوب قليل من الحظ كان بامكانه فرق كره ملعوبه امامي على مستوى الخط الامامي رقعه او لمدرجات الملعب لتشجيع المنتخب الوطني. المنتخب التنزاني لعب المقابله ديالو الثاني الان، والمنتخب الوطني يزال مربط كره عاليه، والحكم في اخر المرات تنفذ داخل منطقه الجزاء. محاوله البحث عن راسيه على مستوى الخط الامامي، تقيه من التحضير في خط الوسط والبحث عن الهجمه المرتده عن طريق حكيم زياش. زياش كيرفع كره داخل منطقه الجزاء، البحث عن نامه طبيعي الحال نجم يتالق مع فريق دفاع حسن الجديد ومصوفا، تاتي من خلال المرتده من اجل يسرى من نساجو. المشاركه في بناء العمليات الهجوميه، رجعت كره مباشره الى يلعب كره اماميه مغربي نيفاكر كيلعب الكره ديالو اماميه ديال جديده تسير نحو النهايه نلعب وابعاد الخطر. هنا موفاتوس يصوب بنصر المنتخب الوطني المغربي بتمريره مطوله الامام لفرصه اماميه مباشره صوب لما قدمته اكاديميه محمد السادس على مستوى مرابط. التمريره ديالو اتجاهيه شادي تمريره اماميه، فرصه محاوله انطلاقه من زياش. زياش سويبا هدف اول للمنتخب الوطني المغربي، هدف بشكل ممتاز، هدف بشكل رائع، انطلاقه ممتازه، احسن بدايه في مشوار مؤهل كاس العالم. سويبا لا تصد ولا ترد بشكل بالطريقه، تهزيم الحارس، الحارس كويسي كواوا لاحظوا يعني من نصف الملعب بواحد معنويات كبيره وبثقه في النفس صوب التمريرات تاتي بين عناصر المنتخب الوطني المغربي في تبادل الكرات. جال يمنى حاجي مونوغا حكيم فيش يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، اختار المراوغه كاد ان يبحث عن التبرير، يبحث عن المرور، يبحث عن امكانيه الحصول على كره في الماضي. الى السنه الحاليه نتحدث عن اكثر من 11. حكيم فيش يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، زاني الى الرتقيم المشاركه ديالو في هذه المباراه هذه يعني والاداء الكره ديالو الجال يمنى تمريره داخل منطقه الجزاء، ولكن يدهو التحكم ديالو جيد في الكره، عمليه هجوميه محاوله امام القوه وامام الاندفاع الكبير ديال المنتخب الوطني المغربي. منطقه الجزاء كره ممتازه، فرصه ديال هدف، هدف ثاني للمنتخب الوطني، ولكن الحكم عنده راي اخر. غنشوفوا الطريقه، كره جميله داخل منطقه حكيم اشرف تمريره داخل منطقه الجزاء ولكن بعيده كره تضرب دفاع حسن الجديدي. على العموم نشوفوا هنا الكره من جهه محاوله البحث عن حكيم زياش تعود هذه كره ناميه، تدخل من اشرف حكيمي ثم بونو يبعد بعيده عن المرمى. اشرف حكيمي سعيد سويبا يذكرنا بالكاس الامم الافريقيا المجرى تمريره في اتجاه بلال خلوس، انطلاقه ديال اشرف حكيمي، محاوله ديالو التمريره ممتازه في اتجاه بلال خلوس، دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله فرصه وهدف للمنتخب الوطني المغربي، هدف للمنتخب الوطني المغربي. التموضع جيد على مستوى رقعه الملعب وبالتالي كيجي هدف بهذا الشكل صراحه نصيري في المكان المناسب لاتمام الكره الماضيه، كره جانبيه داخل منطقه الجزاء.
اللاعبين ديال المنتخب التنزاني. يعني ما توقعوش الكره غتمشي بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه، ياتي هدف بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه. تغطيه دفاعيه لم تكن بالمره جيده. القيام الان بتغطيه عناصر ديال المنتخب التنزاني. اقنع سياش، زياش تمرير افتتاح اشرف حكيمي دخول داخل منطقه الجزاء. فرصه اشرف حريت يلعب كورتوش اليسرى، عمليه المراوغه والمرور من هذه المقابله الحصول على بطاقه صفراء. الجهه اليسرى او زياش في مكان مناسب كيخرج كره مباشره، لكن هنالك التقيه كترجع من جديد تنزانيا ومباشره كره ثابته تنفذ بقوه تصطدم الجدار تعود مرتين. مازال مستمره العمليه القصيه وكره الهدف. فرصه المنتخب الوطني المغربي اللي كان قريب من وضع الكره بهدف ثالث. ونشوفوا القرار ديال الحكم على ان الكره الاماميه للمنتخب الوطني المغربي كان بامكانها ان تكون في الشباك. هناك سقوط تمنوا ما تكون لعوبه اماميه، محاوله فرصه تصويبه ومباشره هنا الانطلاقه هنا التصويبه بعيجه بكري يلعب كورته اماميه هنالك نزولي حول يصل الكره مباشره الى خارج الخط. تمريره داخل منطقه الجزاء وهنالك انسى مشاهدي الكرام بعد تسجيل الهدف الاول الثابته تنفذ راسيه من جانب نايف غارد الوطني المغربي من خنوس في اتجاه الكعبي. عمليه حصر الكره المنتخب الوطني المغربي البحث عن تمرير وهنالك تغطيه دفاع من الجهه اليسرى. جوج ديال